تقرا الخبر البدايه بالتاكيد بتكون من عند اخبار نادي الزمالك، وزي ما قلت غدرت صباح اليوم القاهره متجهه الى تونس، بعثت الفريق الاول لكره القدم بنادي الزمالك استعدادا لمواجهه الترجي التونسي يوم السبت الجاي في الجوله الثالثه من دور المجموعات بدوري ابطال افريقيا. غدرت البعثة على متن طائرة خاصة قام مجلس إدارة النادي برئاسة المستشار مرتضى منصور بتوفيرها للفريق من أجل إراحة الفريق في رحلته المتجهة إلى تونس. كمان أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي ماستر بيريرا عن قائمة الفريق اللي سافرت لتونس صباح اليوم الخميس استعدادا لمواجهة الترجي يوم السبت المقبل في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا. بتضم قائمة الزمالك لخوض المباراة كل من في حراسة المرمى محمد عواد، محمد صبحي ومحمد نديم، خط الدفاع حمزة المثلوثي، عمر جابر، محمد عبد الغني، محمود شبانة، حسام عبد المجيد، محمد طارق، محمد عبد الشافي وعبد الله جمعة. خط الوسط محمد أشرف روقة، عمرو السيسي، نبيل عماد دونجا، سيد عبد الله نمار، سيف فاروق جعفر، أحمد سيد زيزو ومحمود عبد الرازق شيكابالا، أحمد بالحاج وإبراهيم نداي. خط الهجوم سيف الدين الجزيري، ناصر منسي، يوسف أسامة نبيه وسامسون أكينيولا.